ظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. تنظيم داعش يدعو إلى تهديم الكنائس في الموصل، وقوات الأمن العراقية تبدأ مع العشائر عملية مشتركة لتطهير قضاء راوة من مسلح التنظيم. نتنياهو يطلب مساعدة عباس على إعادة المستوطنين الثلاثة المخطوفين وجرحى في سلسلة غارات ليلية على غزة. مباحثات نووية في فيينا اليوم، وظريف يأمل كتابة نص الاتفاق النهائي خلالها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 من أكتوبر المقبل. أهلا بكم. مشهد دراماتيكي جديد بدأ يرتسم على الوضع الأمني المتدهور في العراق، فقد طلب تنظيم داعش عبر مكبرات الصوت تهديم جميع الكنائس في مدينة الموصل، وكانت عشرات العائلات المسيحية قد تركت منازلها خوفا من الإرهاب الذي يهدد أمنها. غادي غنطوس. تراتيل الصلاة قد لا تصدح مجددا في محافظة نينوى. تنظيم داعش طلب عبر مكبرات الصوت تهديم جميع الكنائس في الموصل. بعد تخريب الكنائس والمقدسات في الرقة في سوريا، يسعى تنظيم داعش إلى تهجير المسيحيين من أرضهم ومناطقهم في الموصل، هذه الأراضي التي يعود وجودهم فيها إلى آلاف السنين. لكن حياة مأساوية، حياة مليئة بالخوف والفزع، ونفسيات تعبت من سنين. قبل العدوان الأمريكي على العراق عام 2003 كان عدد المسيحيين في الموصل يصل إلى 450 ألفا. اليوم قل عددهم كثيرا بسبب العمليات الإرهابية التي استهدفت العراقيين خلال السنوات الماضية كباقي الأقليات. عوامل الخوف والتعذيب والترهيب دفعت بالمسيحيين من كلدان أرمن وأشوريين للفرار إلى أقليم كردستان وإلى بلدة القوش التي تبعد عن الموصل 50 كيلومترا شمالا. في هذه البلدة يعيش قرابة 6000 مسيحي، فضلا عما تحويه من المزارات والأماكن المقدسة. بس هسه صارت فوضى، صار انعدام أمني كامل. قبل كنا نطلع لهالمناطق بس نسمع أخبار مطمئنة من القوات، من الحكومة. الحكومة تطلع تنطي تصريحات ارجعوا لبلادكم، نحن راح نحميكم، نحن راح نحرسكم، نحن راح نوفر لكم كل شيء. بس هسه الحكومة لا للمسيحي دا تقدر توفر ولا للمسلم. يعني مثلا أنا عمري 60 سنة، عشان البوي صانع مطعم، مثلا عندي محل أنا بالموصل عاد أشتغل بينه على قد المعيشة مع العائلة. فيما فضلت عشرات العائلات المسيحية مغادرة نينوى بحثا عن مكان يضمن أمنها وبقائها، اختار بعضها البقاء لحماية الأعمال والأرزاق والمقدسات، وخوفا من هجرة لا تضمن عملا ولا لقمة عيش ولا مستقبل. السكرتير العام للحركة الديمقراطية الأشورية في بغداد ينادم كان قال للميادين إن الخيانات وقعت في الموصل، وجرى التعاون بين قوى خارجية وداخلية من ضباط بعثيين تابعين لنظام صدام حسين وجيش النقشبندية وفئات أخرى لتنفيذ العملية والهجوم على الموصل. أرقام تقول 8 مجموعات متحالفة، وأرقام تقول 13 مجموعة متحالفة. هذه الجماعات من البعثيين وغير البعثيين من أجزام النظام السابق، زائدا النقشبندية، وزائدا الأرقام والأسامي والعناوين المختلفة بحجة الجهاد، بحجة الدفاع عن الكذا، ولكن بالنتيجة هي واحدة، هو عنف وهو إرهاب، هو استهداف العملية السياسية في العراق واستهداف العراق الجديد وتفكيك وتقسيم المجتمع العراقي بأيادي من خلف الحدود وبأدوات داخل العراق، مستغلين مستثمرين الاستياء والاستياء
وعدم الرضا لدى الجمهور العراقي من ربما ببعض السياسات والممارسات من لدن قادة ميدانيين كانت سببا في إثارة الناس ضد الجيش. ميدانيا بدأت القوات الأمنية العراقية عملية مشتركة مع العشائر لتطهير قضاء راوة من مسلح داعش. وفي منطقة البوعوصج باللطيفية جنوب بغداد قتلت قوة من الجيش 10 مسلحين من تنظيم داعش. وفي ديالى أعلنت الشرطة مقتل القيادي في داعش أبو أيوب الصومالي ومساعده في ناحية العظيم شمالية بعقوبة. كذلك قصفت مروحيات الجيش العراقي المستودع النفطي العسكري في منطقة الحبانية شرق الأنبار بعد سيطرة عناصر داعش عليه. وقصفت المدفعية والمروحيات مواقع لداعش في الفلاحات غربي الفلوجة. إذن من الموصل أو من أطراف الموصل ينضم إلينا مراسل الميادين محمد كريم. إذن محمد، نتحدث الآن عن المعارك والاشتباكات خصوصا إذا ما تحدثنا عن تل عفر كركوك العظيم. نعم، فيما يتعلق بمدينة تل عفر فلنبدأ مع تل عفر. تل عفر كان مسلحو داعش منذ ليلة أمس يحاولون اقتحام هذا القضاء الواقع بنحو 40 كيلومتر جنوبي غربي مدينة الموصل. حاولوا اقتحامه وهو واقع على هذه الناحية الآن على يميني. هذا القضاء عندما حاول المسلحون اقتحامه تمكنت القوات الأمنية المتواجدة والمترابطة داخل هذا القضاء من صد هذا الهجوم. وما ساعد وما سهل عملية الصد هو مشاركة طيران الجيش العراقي في هذه العملية، وبالتالي لم يتمكن من الدخول داخل هذا القضاء. لكن هنالك بعض الأحياء الموجودة على أطرافه المترامية من الجهة الشمالية القريبة من محافظة نينوى وتحديدا في مدينة الموصل. تمكن مسلح داعش من الدخول إلى هذه المنطقة. شاهد القضاء منذ ساعات الصباح الأولى نزوحا من بعض الأهالي ممن يخشون من دخول التنظيم واستهداف أحيائهم بقذائف هاون، لربما كون أن هذا التنظيم استخدم بالفعل قذائف الهاون لدى محاولته الاقتحام منذ ساعات الصباح الأولى. لكن فيما يتعلق بالوضع في كركوك في داخل كركوك مركز هذه المحافظة هو آمن بشكل كبير. قوات البيشمركة الكردية تبسط سيطرتها بشكل كامل على هذه المحافظة بمشاركة القوات الأمنية العراقية من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. بعض الجيوب بعض المناوشات تحصل بين الحين والآخر على أطراف قضاء الحويجة الذي يربط ما بين محافظة نينوى وكركوك وتحديدا في ناحية الرياض. حاول المسلح داعش دخول القضاء للسيطرة عليه في بدء ومنذ أحداث نينوى هذه المناوشات بالمناسبة، لكنه لم يفلح في الدخول إلى هذا القضاء وتصدت له القوات الشرطة العراقية وقوات البشمركة. كذلك في الأطراف الشمالية الغربية لمدينة كركوك وهي هذه الأطراف التي تقع على هذا الجانب الآن، هذه الأطراف أيضا حاول مسلح داعش وهم قادمين من نينوى من الوصول من الدخول إلى محافظة كركوك الغنية بالنفط كي تكون امتدادا، لأن كركوك تمثل امتدادا لأراضيها مع محافظة نينوى، لكنهم أيضا لم يفلحوا بسبب النيران الكثيفة التي صدتهم بها القوات العراقية بالإضافة إلى مسلحي العشائر التي بدأت بالانخراط مع القوات الشرطة المحلية وكذلك الشرطة الاتحادية. ناحية العظام تمثل نقطة استراتيجية مهمة للقوات الأمنية، تمثل نقطة انطلاق مهمة لأن هذه الناحية تقع على حدود محافظة كركوك الجنوبية وهي ملاصقة لمحافظة صلاح الدين من جهة الجنوب وكذلك مع تلال حمرين من جهة الشرق. وتمثل هذه النقطة عندما حاول مسلح داعش السيطرة عليها وهم بالفعل سيطروا عليها بحسب التقارير الأمنية وكذلك شهود عيان سيطروا عليها لعدة أيام وأقاموا حواجز مسلحة على طول هذا الطريق. هذه المنطقة تمثل نقطة مفصلية في الطريق الرابط الطريق الدولي ما بين محافظتي بغداد وكركوك. يعني شمال هذه النقطة شمال قضاء العظام ناحية العظام هنالك منطقة أو ناحية سليمان بيك. ناحية سليمان بيك تمثل نقطة انطلاق أو نقطة وصل لمسلحي داعش بين تلال حمرين حيث هنالك
أوكار هؤلاء المسلحين، وكذلك الأقضية الشمالية لمدينة تكريت، وبالتالي تمثل هذه المنطقة خط إمداد للمسلحين ما بين تلال حمرين أقصى الشرق وما بين محافظة صلاح الدين أقصى الغرب. الآن القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على هذا القضاء على ناحية العظيم، وهي وأمنت الطريق الواصل من بغداد إلى ناحية العظيم، وهي الآن بدأت تتقدم شيئا فشيئا نحو منطقة طوسخ، نحو منطقة سليمان بيك. سليمان بيك هي تمثل الآن النقطة الفاصلة الأخيرة للتواجد المسلح لداعش ما بين منطقة العظيم وما بين طوسخ رماتو، لأن طوسخ رماتو سيطرت عليها القوات، قوات البيشمركة الكردية بالكامل، لا يوجد فيها أي تواجد مسلح، يعني فقط مقاتلي العشائر مع البيشمركة مع الشرطة المحلية، هم يمثلون الوضع، يسيطرون أو يديرون الملف الأمني في هذه المنطقة. هي فقط قضاء، يعني هي بضع كيلومترات تفصل طوسخ رماتو عن ناحية العظام، وبالتالي التقدم من الجانبين، من الجانب الشمالي باتجاه الجنوب والجنوبي باتجاه الشمال من قبل القوات العراقية لفرض السيطرة على آخر نقطة، وبالتالي يمكن القول أنه لربما خلال الساعات المقبلة يكون الطريق مؤمنا ما بين كركوك وبغداد. وبذلك أستطيع أن نقول أن الجيش العراقي سيشكل يعني طرفي الكماشة على داعش. بالتأكيد بالتأكيد، هو الآن ما يحاول الجيش العراقي القيام به هو التقدم ومسك الأرض. يعني كانت في البعد الأمر مع بدء الأحداث كانت المبادرة تأتي من مسلحي داعش، وهم من يقومون باستهداف مواقع القوات العراقية، والقوات العراقية تصد. لكن الآن ما يحصل هو العكس، القوات العراقية بدأت تتقدم شيئا فشيئا، لكن هذا التقدم بالتأكيد هو ليس تقدم سريعا جدا، لأن هنالك جيوب للمقاومة، للمقاومة المسلحة من هؤلاء من تنظيم داعش. لذلك هو يتقدم ويمسك الأرض ويعطيها للقوات الأمنية، أمن الداخلي للشرطة، وكذلك المسلحية العشائر الذين انخرطوا مع القوات الجيش العراقي، وبالتالي هذا الذي يفرض بطئا في تقدم القوات الأمنية العراقية. والقوات العراقية الآن بدأت تستعين بشكل كامل في جميع عملياتها العسكرية بغطاء جوي مكثف، يعني أي منطقة تشهد اشتباكات ما بين القوات العراقية ومسلحي داعش تكون هذه المنطقة مغطاة بالكامل بغطاء جوي. يعني حتى الموصل، مدينة الموصل حتى نينوى، منذ ليلة أمس وحتى صباح هذا اليوم هنالك قصف مكثف من قبل القوات الأمنية العراق، القوة الجوية العراقية استهدفت الأحياء الغربية. هذه الأحياء هي تمثل الحد الفاصل ما بين مدينة محافظة نينوى وما بين الحدود السورية، وهي تمثل أيضا خط إمداد لمسلحي داعش. انفصلت هذه المنطقة بالكامل، تمت السيطرة عليها من قبل القوات العراقية بفضل الغطاء الجوي، بفضل القصف الكثيف الذي استهدف أيضا داخل مدينة الموصل وكذلك أطرافها. وربما القصف الجوي كان له دور الأكبر في هذه العمليات أيضا. محمد كريم مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من أطراف الموصل، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. إذن استعاد الجيش العراقي زمام المبادرة على الأرض، موقفا تقدم داعش ومستكملا عملية استعادة السيطرة على المناطق حيث ينتشر مسلح التنظيم. قوات البشمركة تشارك بدورها في حماية عدد من المدن والمناطق العراقية. التفاصيل تعرضها علينا مباشرة هبة الله بيطار. مساء الخير هبة، تفضلي. شكرا لك فتون. السلام عليكم. القوات العراقية تبسط سيطرتها على معظم مناطق تل عفر شمال غرب الموصل. عناصر داعش تمكنوا من السيطرة على بعض الأحياء في هذه المدينة، ومن مواقعهم يستهدفون باقي الأحياء بقذائف الهاون، ما أدى إلى نزوح الأهالي خشية هجوم داعش ودخوله إليها. الجيش العراقي أوقف تمدد داعش واستعاد زمام المبادرة لمواجهة مسلحي التنظيم وإخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها. نقطتان أساسيتان استعاد الجيش السيطرة عليهما: التاجي على طريق بغداد نينوى الدولي، هنا يقام أكبر معسكر للجيش العراقي، وناحية العظيم بين كركوك وصلاح الدين في قلب الطريق الدولي الواصل بين بغداد وكركوك. استعادة الجيش هاتين النقطتين تسهل عملية الزحف شمالا باتجاه المناطق التي لا يزال المسلحون يسيطرون عليها. من العظيم يتجه الجيش العراقي شمالا بهدف استعادة السيطرة على سليمان بيك، وإذا جرى ذلك تصبح المنطقة من بغداد إلى كركوك آمنة على نحو كامل، فيما لا تزال الموصل تحت السيطرة الكاملة لداعش، إضافة إلى ناحية السعدية شرقي بعقوبة والرمادي ضمن محافظة الأنبار، وأيضا الفلوجة ضمن محافظة الأنبار، إضافة إلى حضورهم القوي في تلال حمرين التي تمتد بين
ديالى وصلاح الدين وكركوك. قوات البشمركة بدورها تعزز انتشارها في أكثر من نقطة، ولا سيما عند منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا، وفي المناطق الحدودية المتنازع عليها شمال نينوى على حدود إقليم كردستان، وخصوصا في سنجار وزمار، وأيضا في برطيلة وبعشيقة وساهل نينوى. كذلك تسيطر البشمركة على طوز خرماتو وقضاء خانقين شرق بعقوبة وقضاء الحويجة في كركوك. أما في كركوك فيتعاون الجيش العراقي مع قوات البشمركة على الأرض من خلال غرف عسكرية مشتركة في المحافظة. هذا كان كل شيء. السلام عليكم، والآن إليك فتون. شكرا لك هبة. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أن قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج إلى شيء اسمه إعلان حال الطوارئ. موقف المالكي أتى في كلمة له خلال زيارته لمقر الفرقة 17 جنوب بغداد، حيث شدد على أن السيادة وأمن ووحدة العراق خط أحمر. وكان المالكي قد قال إن الجيش استعاد المبادرة ضد تنظيم داعش. استعدنا الأمر واستعدنا المبادرة واستعدنا الزمام، وها نحن نتقدم عليهم بكم وبإخوانكم في القوات المسلحة وبكل الذين وقفوا إلى جنب إرادة الشعب العراقي. بدأنا نزحف إليهم، وإلى أين يفرون؟ شعارنا وشعاركم إلى أين تفرون؟ شدد ديوان الوقف السني على ضرورة الحفاظ على المقدسات الدينية، وطالب دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. إلى ذلك أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة أن المسلحين في الأنبار وصلاح الدين هم من داعش وليسوا ثوارا. أبو ريشة وصف من ينفي وجود داعش في الأنبار وصلاح الدين بالمؤيد للتنظيم الإرهابي على حد تعبيره. رئيس جماعة علماء أهل العراق الشيخ خالد الملا دان بيان الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، وسأل عن سبب عدم انتقاد ممارسة داعش في قتل العلماء واغتصاب النساء وجلد الناس. أين غيرة القرضاوي وأين غيره من الاتحاد عن المذابح التي تعرض لها العراقيون خلال 10 سنوات؟ خلال 10 سنوات العراق يتعرض لإبادة جماعية على أيدي التكفيرين والإرهابيين والقاعدة والزرقاويين والدواعش المجرمين. سيارات مفخخة تضرب كل أنحاء العراق. أين غيرتهم؟ لماذا لم يتحدثوا؟ لماذا لم يدينوا حتى البيان الأخير؟ سيدتي، إذا اطلعتم على البيان الأخير الذي صدر من هذا الذي يسمي نفسه اتحاد علماء المسلمين أو اتحاد العالمي، لم يدن بكلمة واحدة الدواعش، وهو يعلم جيدا أن الدواعش وارتباطاتهم بمخابرات دول هم أداة سرطان على أمتنا. هم الذين يجلدون ظهور الناس اليوم، وهم الذين يقطعون رؤوس العلماء. بالأمس قتلوا علماءنا واحتلوا جامعاتنا الإسلامية في الموصل، وسيطروا على المساجد، وأقاموا الحدود على الناس، واغتصبوا النساء. أين القرضاوي؟ بدوره انتقد الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس في صيدا جنوب لبنان تصريحات الشيخ القرضاوي، وقال إن كل ما صدر عنه بعد عام 2007 لا قيمة له. حمود في مقابلة مع الميادين انتقد تغيير القرضاوي موقفه بشأن التدخلات الأمريكية في المنطقة. لقد فقد الشيخ القرضاوي الثقة، فقد انتماءه إلى العلم الإسلامي، فقد انتماءه حتى إلى العقل السليم. هو شيخ خرف ضل طريقه منذ العام 2007. لا قيمة لكلامه، لا قيمة لفتاويه، بالعكس إنه مدان. عندما يرحب بتدخل الأمريكي علنا وبكل وقاحة في ليبيا، ويدعوهم إلى التدخل في سوريا بكل وقاحة، وهو وأمثاله قد بنوا موقفهم من الحكم في العراق الآن بأنه أتى على ظهر الدبابات الأمريكية.
يعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعاً الأربعاء والخميس في جدة بالسعودية لمناقشة الخطوات المطلوب اتخاذها في مواجهة الأوضاع الخطيرة في العراق. مجلس الجامعة كان قد عقد اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأزمة العراقية، وأكد في بيان له أهمية المصالحة بين جميع الفصائل السياسية في العراق لإنهاء الأزمة وقتال داعش. ما يجري في العراق الآن هو تهديد للأمن ليس فقط العربي وإنما الأمن الإقليمي. الآن الأمن الإقليمي في هذه المنطقة مهدد، ولهذا أعتقد أن مرجعياتنا موجودة، ولكن لابد من كما قلت التوافق ودراسة كافة جوانب الموضوع بالنسبة للوقوف مع العراق في هذه المرحلة وهذه الأزمة الرهينة. وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أعرب عن إدانته الشديدة لأعمال الإرهاب والقتل العشوائي في العراق ورفضه للأعمال البربرية التي تستهدف المدنيين. فهمي شدد على أن ما يجري هناك ينبئ بمخاطر جسيمة تهدد وحدة العراق واستقراره، إضافة إلى المنطقة بأكملها، ودعا إلى أهمية وحدة الصف العربي لصياغة موقف موحد بالتنسيق مع السلطات والقوى الوطنية العراقية. رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نساء محافظة نينوى وشمال العراق يواجهن خطر ما سمته الغرائز الجنسية الوحشية لدى داعش، ولفتت المنظمة إلى أن 4 فتيات في المحافظة انتحرن بعد محاولة عناصر من داعش عقد ما يعرف بزواج النكاح عليهن برغم رفضهن. المنظمة تحدثت عن تهديد كبير تتعرض له الفتيات في المناطق التي ينتشر فيها داعش، وحذرت من خطورة تفاقم أعداد المنتحرات والاعتداء عليهن. نشرت صحيفة الشاهد الكويتية موضوعا بعنوان سيارات داعش تتجول في شوارع الكويت، مرفقا بالصور التي تحمل شعارات تنظيم داعش على السيارات الكويتية. ووصفت الصحيفة هذا الحادث بالتحدي السافر لتعليمات وزارة الداخلية الكويتية القاضية بمنع رفع شعارات أو وضع عبارات سياسية أو مذهبية على السيارات. أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن أزمة العراق هي نتيجة للتعاون بين الأعداء الغربيين والإقليميين للشعب العراقي. شمخاني وخلال استقباله رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان البرزاني شدد على أهمية وحدة العراقيين لإيقاف خطر الإرهاب. بدوره برزاني أكد عزم إقليم كردستان القاطع على مواجهة الإرهابيين التكفيريين، مشددا على أهمية وحدة العراقيين لتجاوز الأزمة. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الأول منذ سنة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو طلب من عباس المساعدة على إعادة المستوطنين 3 المخطوفين. أضاف نتنياهو أن ما يجري يوضح انعكاسات الشراكة السيئة مع حماس وفق ما قال نتنياهو. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد دانت خطف المستوطنين 3 وأيضا الخروق الإسرائيلية. أفاد موقع روترنت بأن نتنياهو سيجري مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الوسطى عصر اليوم لمناقشة تطورات الوضع. القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك في إطار حملة الاعتقالات التي تنفذها ضد مئات الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 150 شخصا حتى الآن. حملة الاعتقالات هذه تأتي على خلفية اختفاء 3 مستوطنين، كما اقتحمت قوات أخرى جنين ونابلس وبيت جالة وأغلقت قلقيلية وسط حملة الاعتقالات. ومن رام الله تنضم إلينا مراسلة الميادين نسرين سلمي. إذن نسرين، اعتقالات، تصعيد، كل هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية، ماذا لديك في آخر التطورات؟
نعم، آخر التطورات هي في مدينة الخليل، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والتفتيش في منازل المواطنين في مدينة الخليل، في أحياء مدينة الخليل، في منطقة عين سارة وسط مدينة الخليل، وادي كتيلة أيضا في مدينة الخليل، تدخل من منزل إلى آخر، تقوم بمداهمة هذه المنازل وتفتيشها، تحمل معها خرائط، تحمل معها أجهزة بحث دقيقة، تنبش في الخزائن، وحتى تحت البلاط أخبرنا من المواطنين أنهم ينبشون تحت البلاط بحثا عن أي أدلة توصلهم إلى خاطفي الشبان المستوطنين الثلاثة، خاطفيهم ربما تبحث عنهم، تشتبه بوجود أنفاق سرية داخل هذه البيوت وتبحث في أسفلها، أيضا في منطقة بلدة تفوح إلى الغرب من مدينة الخليل لا تزال عمليات الدهم والتمشيط متواصلة هناك، هناك تجري بعض المناوشات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث تستفز قوات الاحتلال الشبان عندما تخلي أحد المنازل، تخرج الرجال منه وتبقي النساء والأطفال في أحد الغرف، تحتجزهم في غرفة واحدة من المنزل وتقوم بتفتيش بقية المنزل، ومن هذا المنزل تنطلق إلى منزل آخر مجاور وتبقي على أصحاب المنزل رهنا في داخله، هذا أثار حفيظة عدد من الشبان في بلدة تفوح، وتجري هناك بعض المناوشات بين الشبان وقوات الاحتلال، أيضا مواجهات خفيفة أبلغ عنها أيضا في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، هنا في منطقة رام الله تحديدا في مخيم الجرزون هدأت الأوضاع قليلا بعد انتهاء جنازة الشهيد، في ساعات المساء سيكون هناك فتح لباب عزاء داخل المخيم لأهل الشهيد، سيتوافد إلى هنا عدد كبير من المسؤولين والقيادات الفلسطينية للأخذ بالخاطر عند عائلة الشهيد، لكن الأوضاع هنا في مدينة رام الله تبدو هادئة في هذه اللحظات. نعم، مراسلة الميادين نسرين سلمي كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت سلسلة غارات على غزة، مراسلنا أفاد بأن هذه الغارات استهدفت موقع أبو جرادة التابع للقسام جنوب مدينة غزة، وموقعا لسرايا القدس في مدينة خان يونس، وموقع الأمن الوطني جنوب مدينة غزة. وأضاف أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة شخصين بجروح، أحدهما طفلة. من غزة تنضم إلينا مراسلة الميادين لنا شاهين، إذن لنا كيف يبدو المشهد الآن بعد الغارات الليلية؟ نعم فتون، يعني حالة من الهدوء، هدوء حذر، ترقب من قبل الجميع إن كانوا مواطنين وأيضا حتى من قبل المسؤولين، يعني حتى لا توجد تحركات كثيرة بالنسبة لقيادات إن كانت بالنسبة لحماس أو حتى للجهاد الإسلامي، التواصل كله يكون عبر الهاتف، حتى التواصل معهم صعب جدا، يعني بالكاد استطعت التواصل مع القيادي في حركة حماس وهو القيادي إسماعيل رضوان، وذلك تعقيبا على إذا ما قامت إسرائيل بالفعل بإبعاد قادة حركة حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. رضوان قال للميادين إن إسرائيل تعيش في حالة من التخبط واللا استقرار، وهي لا تدرك ما تقوم به من تصرفات، ولا يوجد أي دليل لغاية الآن لتتهم حركة حماس بالوقوف خلف هذه العملية، وحتى هذه العملية يعني رضوان خرج بعيدا وقال ربما تكون هذه العملية هي مفبركة وإسرائيل قامت بفبركتها، وذلك تهيئة للعالم والرأي العالمي، وذلك لشن تصعيد كبير هنا على قطاع غزة، وأيضا لضرب حكومة الوفاق والوحدة بين كل من حركتي فتح وحماس، حيث أن إسرائيل هي مغتاظة وجن جنونها كما قال عقب هذه المصالحة. الشارع الفلسطيني يراقب ويرقب كل ما تصدر من تصريحات إسرائيلية، هل سيقوم هناك بالفعل توسيع لرقعة هذا التصعيد؟ التصعيد يأتي فتون عادة في الليل، تكون هناك غارات تشنها إسرائيل، سلسلة من الغارات إن كان بالأمس وإن كان فجر اليوم هي غارات تستهدف مواقع عسكرية، مواقع للتدريب لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وأيضا لأراض خالية تقوم إسرائيل باستهدافها. الشارع هو يترقب يتخوف، لأن إسرائيل في كل مرة تقوم بالتصعيد ضده، حتى بالنسبة للمحللين، حتى بالنسبة للمراقبين هناك انقسام في الآراء، ولكن إن كان توحد هناك التوحد أن إسرائيل بالفعل تريد تهيئة الرأي العالمي لشن عملية قوية، ولذلك هذه المرة الضربة تكون للرئيس عباس قبل أن تكون لحماس، وذلك بناء على هذه المصالحة. بعد المصالحة إسرائيل وجدت نفسها معزولة كليا بالنسبة للعالم، وتريد أن تقلب الطاولة رأسا على عقب على الرئيس محمود عباس وأيضا على حماس بتوجيه ضربة
عسكرية قوية في الضفة وغزة. فتون، لنا شاهين مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أيضا رأى القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن إسرائيل تريد أن تبتز السلطة الفلسطينية للحصول منها على معلومات أمنية. رضوان في اتصال مع الميادين حمل الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تصعيد أمني في الضفة أو القطاع. يعني واضح أن الاحتلال الصهيوني لا تروق له المصالحة، وقد هدد سابقا نتنياهو حينما قال لسيد أبو مازن، قال له إما أن تختار السلام مع إسرائيل أم تختار السلام مع حماس، وبالتالي هو لم يتوقف لحظة معينة عن التهديد، وكذلك استمر هذا التهديد عبر الأيام السابقة لهذه العملية إن تمت وصحت. بالإضافة إلى ذلك هو يريد أن يبتز السلطة الفلسطينية إلى مزيد من التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني للأسف، وبالتالي نحن نقول يجب أن يتوقف هذا التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، لأنه ضار بالقضية، ضار بالشعب الفلسطيني، وهو يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني. رأى معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان أن التصرفات الإسرائيلية أكبر دليل على صحة خيار المقاومة. وفي حديث للميادين أكد عبد اللهيان أن حركة حماس والفصائل المقاومة الأخرى ستواصل عملها في هذا الطريق. من البداية قلنا إن الكيان الصهيوني لا يلتزم أي تعهدات، نرحب بالحوار والمصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، ونؤمن بضرورة تقوية وحدة الفصائل الفلسطينية. طريق حل القضية الفلسطينية هو المقاومة، والتصرفات التي يقوم بها الكيان الصهيوني أكبر دليل على ذلك. من جديد أهلا ومرحبا بكم. إذا مشاهدينا نعود إلى الشأن العراقي وإلى مراسل الميادين علي هاشم الذي ينضم إلينا من بغداد. علي، كيف يبدو الوضع في بغداد خاصة بعد كل هذه التطورات؟ داعش كانت تهدد بالزحف إلى بغداد، أيضا إجراءات استباقية في بغداد لأي طارئ ولحماية بغداد. وصف لنا الوضع لو سمحت بداية. يعني بالأمس وصلنا إلى بغداد ليلا من المطار إلى الفندق، طبعا لابد من وصف هذه المشاهد. يعني كانت هناك حركة سير عادية تماما كما نستطيع أن نرى، يعني بشكل طبيعي تمر الحياة في بغداد. لا شك بأن هناك نوع من القلق الموجود لدى المواطنين هنا بسبب ما يسمعوه من أخبار تأتي من الشمال، لكن بشكل عام الوضع في بغداد يبدو أنه ممسوك بشكل كبير. هناك الكثير من الشائعات التي تخرج على الهواء، مثلا الكلام الذي قيل فجرا وصباحا عبر بعض وسائل الإعلام عن هجوم على مطار بغداد، الأمر لم يكن صحيحا البتة، لا بل أن هناك حركة طيران عادية، كانت هناك طائرة هبطت في مطار بغداد عند الساعة 4:30 فجرا قادمة من الشارقة، وهناك طائرة أخرى عند الساعة 7:45 من تركيا من الخطوط الجوية التركية. أي أن مطار بغداد كان يعمل بشكل طبيعي في الوقت الذي كانت تخرج فيه الشائعات بالقول بأن مطار بغداد كان يتعرض للهجوم. هذا بالنسبة للمطار. على ما سمعنا أيضا، علمنا من المصادر الأمنية هنا بأن هناك هجوما حصل جنوبي بغداد من قبل المجموعة الفرقة 17 والتي قامت بهجمة استباقية على مجموعات مسلحة كانت تتجهز للقيام بهجوم ما جنوبي العاصمة، لكن غير ذلك الوضع الأمني هنا مستتب وممسوك. ويعني الحياة وتبدو الحركة طبيعية الآن، يعني طبيعي. حسب ما أراه في الشارع وراءك، حركة السيارات، الحركة في الشارع هي تبدو طبيعية. نعم طبيعية في هذا الوقت من النهار، يعني المشهد طبيعي. ربما إن كنا نستطيع تحريك الكاميرا سنستطيع أن نرى على الجانب الآخر أيضا صفوف من السيارات. طبعا هذه النقطة منطقة الكهرمانة، لكن هناك أيضا نقاط أخرى في العاصمة العراقية تشهد ازدحاما مروريا بشكل طبيعي. يعني ليس هناك من شيء مختلف عن الوضع الطبيعي المتوقع في أي عاصمة عربية. كما قلنا، نعم، القلق موجود لدى الجميع.
الجميع يعني ينظر بعين القلق والاهتمام إلى ما يحدث، لكن بشكل عام بغداد لم يحدث فيها شيء خلال الساعات الـ24 على الأقل الماضية. لابد أيضا من ذكر على الصعيد أيضا فيما يتعلق بما يحدث شمالا، كان هناك تصريح هام لقائد الصحوات أبو الريش الذي اعتبر أن ما يحدث هو مرتبط بداعش بتنظيم الدولة وأنه ليس له علاقة بالحراك السني صحيح. الذي يتحدث عن هذا بشكل صحيح عام. وعرضنا هذا الخبر خلال النشر. على كل حال أشكرك جزيلا شكر مفدى الميادين العراق علي هاشم، كنت معنا مباشرة من بغداد. إلى سوريا، حيث نشرت تنسيقية جسر الشغور بيانا تطالب فيه الفصائل المقاتلة في المدينة في ريف إدلب بإيقاف المعركة التي سميت طريق العبور. هدف المعركة كان السيطرة على المدينة وقطع طرق الإمداد أمام الجيش السوري. البيان وعزى مطلبه إيقاف المعركة لتسببها في قتل عشرات المدنيين والأطفال الأبرياء نتيجة القصف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية الذي لا يوصل إلى الهدف وفق البيان. أفرجت السلطات السورية عن نحو 300 سجين من سجن حلب المركزي شمال البلاد، حيث كسر الجيش السوري أواخر الشهر الماضي حصار المسلحين للسجن الذي استمر أكثر من عام. أكثر من 200 سجين أفرج عنهم كدفعة أولى تنفيذا لمرسوم العفو الخاص بسجناء سجن حلب المركزي. بالدم نهديك يا بشار، بالرعب بالدم. الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أصدر مرسوم العفو الخاص القاضي بإخلاء سبيل 623 سجينا مراعاة للظروف اللا إنسانية التي عاشوها في السجن أثناء فترة الحصار، وخصوصا لجهة النقص في الأدوية والطعام وقصف المسلحين. وعانينا من الجوع كثير، وفضل الجيش جينا لهون الحمد لله ارتحنا. إجرام بحق الإنسانية كاملة، أشنع أنواع الإجرام كانت في سجن حلب المركزي. نحن كنا خلال أسبوع واحد نأكل بحدود 100-150 جرام خبز ماكن مكسر، يعني مقله معفن كمان. عز رفقاتي توفوا من الجوع، حتى توفى من الجوع والبرد والأمل. سجن حلب المركزي خرج منه 6000 سجين من أصل 8000 منذ ما قبل الحصار، بعضهم استفاد من مراسيم العفو والبعض الآخر انتهت محكوميته. يعني كان وزني 100 كيلو، ما بطلع 40 كيلو، ما بطلع 40 كيلو نزلت. يعني العالم ماتت من السجن. والله ما لي مصدق انه اليوم طالع. الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا. حرمونا الاكل، حرمونا شفت الخبز، نحن بحسرته، نسينا اولادنا، ما في نهار نحط راسنا على المخده وننام الا ما نحلم بلقمه كسره الخبز. مرسومان صدرا ويخصان نزلاء سجن حلب المركزي بعد فك الحصار عنه، ليخرج السجناء بعدما كان الموت مصيرا شبه محتوم عليهم، لعلهم يكونون بذلك قد كفروا عن ذنوبهم على أمل البدء بحياة جديدة. أكد المتحدث باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل مان للميادين أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تبدأ على غداء عمل بين كاترين أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظهر اليوم. وقبيل مغادرته طهران متوجها إلى فيينا، أكد ظريف أن الجميع يريد البدء بكتابة نص الاتفاق النهائي خلال هذه الجولة. جولة جديدة حاسمة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا واحدا تحتضنها فيينا، جولة تتزامن مع ذكرى انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي دعا إلى عدم إضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق نهائي، اتفاق يبدو أنه يحتاج إلى قرارات صعبة. أمران لا خلاف عليهما، الأول هو استمرار إيران في التخصيب، والثاني أن التوصل إلى اتفاق يعني رفع كافة العقوبات. الأسابيع الخمسة الباقية فرصة مهمة وكافية للتوصل إلى اتفاق نهائي، وعلى الغرب الاستفادة منها. هي مرحلة حساسة بلا شك، وإنهاؤها قبل انتهاء تاريخ صلاحية اتفاق جنيف في 20 من تموز يوليو المقبل سيكون أفضل من تمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى. فنيا
كشف رئيس الدبلوماسية الإيرانية عن أجزاء من المقترح الإيراني للغرب، مقترح تقدم فيه إيران ضمانات بالحفاظ على سلمية برنامجها النووي مع الاحتفاظ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% ودورة وقود نووية كاملة. مقترح تكمن إشكاليته بالنسبة للغرب ب 19,000 جهاز طرد مركزيا تمتلكها إيران. لكن بعيدا عن العقد الفنية، تواجه المفاوضات صعوبات من نوع آخر، انتهاء ولاية مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وتقاعد المهندس الأمريكي لاتفاق جنيف النووي مع إيران نائب وزير الخارجية بيل بيرنز. عوامل فنية وسياسية دفعت لعقد لقاءات ثنائية بين إيران ودول الست، أبرزها اللقاء الإيراني الأمريكي في جنيف الأسبوع الماضي. ليست المرة الأولى التي نجلس فيها مع الأمريكيين على نحو ثنائي. كانت مباحثاتنا سابقا قبل اتفاق جنيف مفيدة، فأعدنا التجربة لأنها قد تساعد في تقدم المفاوضات. التوصل لاتفاق نووي نهائي خلال 5 أسابيع أشبه بسباق مع الزمن. يحرص الجميع أن لا يتعثر، لأن البدائل قد تكون صعبة على الجميع. تدعو إيران إلى الابتعاد عن سياسة الأوهام والالتزام بالواقعية والمنطقية خلال الجولة المقبلة من المفاوضات النووية، وتغري الغرب بالقول إن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي هو ليس النهاية بل البداية لتعاون مشترك بناء حول الكثير من الملفات. حازم كلاس، طهران، الميادين. توصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى اتفاق أولي بين أعضائها 9 على إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 26 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأعدت الهيئة روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد حسم الجدل بشأن الفصل في إجرائها والاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى. عمليات تسجيل الناخبين ستنطلق يوم 23 من يونيو حزيران الحالي، أما فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فسيكون يوم 22 من أغسطس آب المقبل. السلام عليكم. روسيا تنفذ تهديدها وتقطع الغاز عن أوكرانيا، فبعد مفاوضات شاقة بين موسكو وكييف برعاية أوروبية فشل الجانبان في التوصل إلى تفاهم على سعر تسليم الشحنات المقبلة. قطع إمدادات الغاز يعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء أسوأ أزمة في العلاقات بين الجارتين منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. هذا ويجتمع الرئيس التنفيذي لغازبروم أليكسي ميلر ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصدار قرار نهائي بشأن موضوع الغاز. التزاما بما ورد في العقد اتخذ القرار، وبدءا من الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو ستحصل نفتوغاز الأوكرانية على كميات تعادل قيمة ما دفعته مسبقا. وحتى الآن لم نتلقى أي مدفوعات، لا عن الدين السابق ولا عن إمدادات شهر حزيران يونيو. كميات الغاز المخصصة لعملاء أوروبيين تتدفق بما يتماشى تماما مع الكميات المنصوص عليها في العقد، ونفتوغاز الأوكرانية ملزمة بإيصاله إلى وجهته. برغم الحرب في العراق، لوك أويل الروسية تضع نصب عينيها تصدير النفط من حقل غرب القرن الاثنين العراقي في الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما صرح به مدير العمليات الخارجية في الشركة. وبدأت لوك أويل الانتاج من الحقل الواقع جنوب البلاد في شهر أذار مارس، وهي تنتج حاليا أكثر من 200,000 برميل يوميا، وتقضي خططها بتوسيع الانتاج تمهيدا لتصدير الخامات عبر الناقلات البحرية. لا أزمة طحين في العراق. وزير التجارة خير الله حسن ببكر أعلن أن بلاده تمتلك كميات كافية من الحنطة الأسترالية التي تستخدم في صناعة الحلويات والخبز، نافيا وجود أي نقص في تجهيز الأفران الخاصة أو الحكومية. وزير التجارة العراقي اتهم من وصفها بمجموعات مغرضة تحاول فرض سيطرتها على الأسواق بإطلاق شائعات عن نقص مخزونات الطحين. وأضاف ببكر إنه جرى توجيه المطاحن الخاصة لإنتاج الطحين الصفر المدعوم تمهيدا لتوزيعه على المحافظات. تتفاوض وزارة السياحة السورية مع بعض الشركات الروسية للاستثمار في قطاع السياحة على الساحل السوري. وزير السياحة بشر يازجي أكد وجود عدد من المناطق الاستثمارية الضخمة التي يجري تجهيزها للمهتمين بالاستثمار، ولفت إلى أن الوضع السياحي يتحسن في مكان ويتراجع في آخر بحسب التطورات الأمنية والسياسية.
لافتا إلى أن مجمل الخسائر في القطاع بلغت 330 مليار ليرة سورية. طلب اتحاد غرف التجارة الحكومة السورية بإعادة النظر في طريقة محاسبة المخالفين في موضوع شراء العملات الأجنبية من شركات الصيرفة. وكان مصرف سوريا المركزي قد اتخذ إجراءات عقابية بحقهم وصلت إلى حد منع المغادرة وحجز الأموال. اتحاد غرف التجارة رأى أن هذه التدابير غير مشجعة وطلب بإيجاد حلول بديلة، منها جدولة مبالغ العملات الأجنبية التي حصل عليها التجار. في الخبر الأخير، أكد وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن وزارته تبذل جهودا كبيرة لخفض ساعات التقنين في مختلف المناطق، ودعا خميس إلى التكامل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية لتطوير آليات العمل. يشار إلى أن مجمل الخسائر في قطاع الكهرباء وصل إلى نحو 215 مليار ليرة سورية حتى أذار مارس الماضي. نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظهيرة، نلتقي عند الخامسة مع أخبار اقتصادية أخرى. عودة إليك فوتون. شكرا لك عبد الله. تنطلق في موريتانيا السبت المقبل الانتخابات الرئاسية. محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته يطمح إلى ولاية رئاسية ثانية. من هو وكيف بدأت مسيرته العسكرية والسياسية؟ تقرير لأبي زيدان يلقي الضوء. المرشح رقم واحد على اللائحة الانتخابية لسادس انتخابات رئاسية تعددية في موريتانيا، الرئيس محمد عبد العزيز المنتهية ولايته يطمح هذه المرة لولاية ثانية، ويبدو أنه قاب قوسين أو أدنى منها. هو ثامن رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية وسادس رئيس عسكري يحكم البلاد منذ تسلم الجيش مقاليد السلطة في العام 1978. وصل لأول مرة إلى القصر الرمادي مرافقا عسكريا للرئيس معاوية والسيد أحمد الطايع، ثم قائدا لكتيبة أمن الرئاسة بازب المثيرة للجدل، قبل أن يظهر اسمه كأحد أهم أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أطاح فجر الثالث من أغسطس 2005 بنظام الرئيس معاوية والسيد أحمد الطايع بعد حكم دام لأكثر من 20 سنة. سلم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحكم لرئيس مدني بعد أقل من سنتين، لكن الجنرال محمد عبد العزيز لم يمهل الرئيس الجديد أكثر من سنة لينقلب عليه في السادس من أغسطس 2008، منهيا بذلك صراعا طويلا بين الرئيس دول الشيخ عبد الله وأغلبيته البرلمانية أنذاك. كان أول قرار اتخذه الرئيس الجديد أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وأعلن الحرب على الفساد، وتبنى شعار رئيس الفقراء، وهو الشعار الذي أوصله إلى القصر كرئيس منتخب هذه المرة في أول انتخابات أفرزها اتفاق دكار الذي أنهى الأزمة السياسية التي عاقبت الانقلاب بعد أن استقال من المؤسسة العسكرية ومن رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتسليم الحكم لرئيس مجلس الشيوخ بشكل مؤقت. خمس سنوات قضاها في الحكم رئيسا منتخبا شهدت أحداثا سياسية كبيرة، بدأت بمطالب الرحيل التي تبنتها المعارضة مع بداية ما سمي بالربيع العربي، قبل أن يتعرض لطلق النار بالخطأ خارج العاصمة نواكشوط. فتح باب الحوار مع المعارضة لمرات عديدة، لكن ذاك الباب لم يفتح على أي أمل جديد في العلاقة بين الطرفين التي ظلت على حالها من توتر لآخر. والآن إلى عبير الزوادي وأخبار الرياضة. مساء الخير عبير. مساء النور فتون، شكرا لك. تفضلي عبير. السلام عليكم. بالتزامن مع أول مباراة لألمانيا، مايكل شوماخر استفاق من غيبوبته وغادر المركز الطبي في مدينة غرنوبل، خبر أعلنته المتحدثة باسم أسطورة سباقات الفورمولا 1 طالبة من الجميع تفهم أن مرحلة تعافي بطل العالم 7 مرات ستكون بعيدة عن الأعين ولفترة طويلة. ابن 45 عاما كان قد دخل الغيبوبة في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد اصطدام رأسه بصخرة أثناء تزلجه على الجليد في منتجع ماريبال الفرنسي في جبال الألب.
أخيرا فرجت قضية الشرق الأوسط بحسب ما وصفها النائب والوزير اللبناني بطرس حرب. وزير الاتصالات زف خبرا سعيدا إلى اللبنانيين بأنهم سيتمكنون من متابعة مباريات المونديال عبر شبكات الكيبل، وذلك في مؤتمر صحفي ضمه إلى وزيري الإعلام والشباب والرياضة وتحت الشعار كأس العالم لكل العالم. نوصل لاتفاق يحمي حقوقهم إلى حدود ما، ومن ناحية تانية يؤمن للبنانيين حق بأنه يشوفوا هذه المباراة دون أن يخضعوا لاعتبارات مالية مش كل اللبنانيين بهالظروف قادرين يتحملوها. هذا حق للبنانيين، منش مني ولا مكرمي ولا عطاء، هذا حق للبناني أن يشوف هذه المباراة. تم الاتفاق مع شركة سما على تأمين مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم لكل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية ابتداء من هذه الليلة عبر شركة سما وكافة موزعي محطات التلفزيونية بواسطة الكابل مجانا دون أي بدل. ستدفع بالمقابل مبلغا من المال كتعويض عن الحقوق التي ستفقدها. تألقت البوسنة لكن الفوز كان للأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي في افتتاح منافسات المجموعة المونديالية السادسة. أفضل لاعب في العالم 4 مرات سجل الهدف الثاني للتانجو، وقلصت البوسنة النتيجة قبل 6 دقائق على نهاية المباراة. النتيجة لا تعكس واقع اللقاء. المنتخب البوسني قدم أداء مميزا في أول ظهور له في نهائيات كأس العالم. استحق أن يخرج من اللقاء بنقطة على الأقل، لكن براعة الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو حالت دون ذلك. لعنة خيبات المباراة الافتتاحية السابقة فارقت المنتخب الفرنسي في المونديال البرازيلي بفوزه الكبير على الهندوراس بثلاثية. مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما بات أول لاعب فرنسي بعد زين الدين زيدان يسجل ثنائية في كأس العالم. قاد بذلك منتخب الديوك إلى وضع حد لنتائجه المخيبة في الافتتاح، فهو خسر في 2002 أمام السنغال وتعادل في مونديالي 2006 و2010 مع سويسرا والأوروغواي على التوالي. فريق المدرب ديدييه ديشون اعتلى صدارة المجموعة الخامسة مع 3 نقاط ويبتعد بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة عن الإكوادور بهدفين لواحد. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لم يفوت مباراة منتخب بلاده بل تابعها بطريقة خاصة. أولاند نصب شاشة عملاقة في قصر الإليزي، جلس وسط مجموعة كبيرة من الجماهير من بينهم أصحاب الميداليات في ألعاب سوتشي الشتوية. تفاعل الرئيس الفرنسي مع كل هجمة لبلاده وخرج سعيدا بالفوز الكبير للديوك. نكتفي بهذا القدر من أخبار الرياضة وعودة إلى فوتون. شكرا لك عبير. الآن إلى الماضي الحاضر.